السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح أنا اسمي عبد الرحمن. دلوقتي أنا هشرح مشروع أنا عملته، بيتكلم عن أنا عملت مطعم، وأما حد بيدخل الوجبة يقول الكوست كام. وبعدين أول حاجة بدأت منيو ايكوالز انبوت. انبوت دي اللي هي الحته اللي بتبقى تحت، اللي هي مكتوب فيها ايس كريم وفرايز وكب كيك وباستا وتشيكن. وبعدين هنعمل قوسين ونحط جوه اللي هي دبل كوتيشنز، وبعدين بقى نكتب الاسامي الوجبات اللي احنا عايزينها. وبعدين هنعمل برنت منيو، يعني ينزل لنا تحت، وبعدين احنا بقى نكتب الوجبه بتاعتنا. وبعدين اللي هي العلامة دي، الحتة اللي هي العلامة دي بتكون يعني نقول مثلا ملاحظات عليها. وبعدين نكتب اف دي يعني لو المنيو ايكوال ايس كريم. هنا في لغة البايثون لازم نكتب ايكوال. وبعدين نحط دبل كوتيشن ونكتب اسم الوجبة ونحط نقطتين فوق بعض، print، ونعمل قوسين، وبعدين نحط دبل كوتيشنز ونحط الجملة اللي احنا عايزينها في النص. فانا قلت وبعدين عند اللي هي، وبعدين برضو احنا كنا ممكن نكتب اف هنا، بس احنا ممكن هنا احنا بقى مش هنكتب هنا اف بقى زي الاولى، هنا هنكتب الف منيو برضو ايكوالز فرايز، نفس الكلام اللي فوق. طيب في البتاعة التالتة ممكن نكتب الف او الف، بس انا هنا عملتها الف عشان انا محدد الوجبة يعني بالتحديد. لكن لو كتبت الف كده لو اي وجبة هتيجي كده هتيجي it cost 5 pounds. وبعدين برضو كتبت الف تاني، الف منيو ايكوال باستا، print it costs 20 pounds. وبعدين كتبت برضو الف منيو ايكوال تشيكن ايكوال، هنعمل برضو اللي هما النقطتين اللي فوق بعض والدبل كوتيشن اللي نكتب الكلمه جوه. وبعدين print ايه، وبعدين نفتح قوسين ونكتب الدبل كوتيشن، وبعدين اللي هي الايه نكتب الجمله اللي احنا عايزينها. طب خلينا كده نجرب اللي احنا قلناه. اول حاجة انا مثلا اخترت ايس كريم، نكتب ايس كريم. بعدين نضغط انتر، كتب لنا اسم الوجبة اهي، وبعدين عندنا كوست 4 pounds.